السلام عليكم. النهاردة هنفعل بطاقة بانير بعد وصولها وهننشط البطاقة. أول حاجة هنكتب 16 رقم المكونين هنا فوق اللي هما هتلاقيهم على في وش البطاقة. 5 دي أول حاجة. تاني حاجة الأربع أرقام اللي هنا دول هنلاقيهم في هنا، هنلاقيهم باللون الأحمر ما بين الاسم وما بين الرقم اللي احنا كتبناه. هما أربع أرقام. هنا بالظبط اللي هو باللون الأحمر، وهندوس تفعيل.